خلوني اقول لكم ان الاتصالات كلها ما زالت مقطوعه مع القطاع، فخلونا نذهب الى رام الله. سيد خلدون البرغوثي المحلل السياسي الفلسطيني، خلدون، ماذا يحدث على الارض؟ هل بتتمكنوا من الاتصال باي احد داخل غزه ولا الوضع الاتصالات ما زال صعبا؟ يعني وضع الاتصالات شبه معدوم عمليا، باستثناء من تتوفر لديه طرق وسائل الاتصال عبر الأقمار الصناعية أو سوريا. من كان يحمل من العمال الفلسطينيين مثلا الخطوط الإسرائيلية التي يضطرون باستخدامها أثناء عملهم في الأراضي المحتلة عام 48. لكن بالمجمل هناك حالة انقطاع شبه تام للجميع، حتى المؤسسات الدولية والأممية باتت منقطعة عن التواصل مع طواقمها في قطاع غزة. لذلك ما تبث وسائل الإعلام الإسرائيلية الفلسطينية عفوا والدولية التي تعمل في القطاع هي التي باتت مصدرا للمعلومات أو من تتوفر لديه فقط آليات الاتصال بالأقمار الصناعية. نعم، الوضع على الأرض، يعني امبارح شفنا أسوأ وأصعب قصف بالمدفعية والطائرات شهدته غزة طوال الليل، النهارده شايفين وتيرة القصف ربما أهدأ. كلمني عسكريا الوضع الآن على الأرض والتوغل البري، ليس لدينا معلومات، هل نجح لم ينجح؟ بنسمع وجهتين من النظر. وجهة النظر الرسمية الإسرائيلية والتي عبر عنها نتنياهو وغانتس وجالانت في المؤتمر الصحفي الذي عقدوه معا، يتحدثون عن عمليات برية محدودة، بمعنى يقومون بعملية لكن لا توجد أي دلائل على العمق الذي دخلت هذه القوات والمناطق التي عملت بها والأهداف التي حققتها سوى البيان الرسمي الإسرائيلي، ولا يفصل الحديث ربما عن أطراف مدينة غزة وهي قريبة من الحدود. ما الذي تحقق كإنجازات؟ الحديث عام بالنسبة لإسرائيل، لا توجد تفاصيل، والحديث هو ربما لخلق حالة اقتناع لدى الإسرائيليين بأن الجيش قادر على تنفيذ عملية برية في ظل اشتداد الجدل بين المستوى السياسي الذي يمثله نتنياهو والمستوى العسكري الذي يمثل قادة الجيش، والذين باتوا يقولون منذ فترة بأنهم مستعدون للعملية البرية، لكن المستوى السياسي أي نتنياهو بشخصه لم يوقع على هذا القرار، وهذا ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز قبل يومين. فالقضية كما يبدو هي رسالة للإسرائيليين بأن العملية البرية ستنجح وبأنها قمنا ببعض العمليات البرية في محيط قطاع غزة وخرجنا سالمين دون وقوع إصابات. في المقابل المقاومة أو أحزاب الفصائل الفلسطينية أكدت حدوث الدخول والتصدي له من طرفهم، وأيضا في بيانهم أشاروا إلى شدة الاشتباكات وعنفها. الآن لدينا روايتان ومن الصعب التحقق من الروايتين في ظل انقطاع المعلومات. ماذا عن الوضع الفلسطيني؟ يعني لا أحد يستطيع أن يحصر لا الجرحى ولا ضحايا ما حدث بالأمس، هل لدينا أي معلومات؟ يعني الكلام مثلا أطباء بلا حدود منذ قليل بيقولوا أنه شمال غزة سوي بالأرض، وزارة الصحة اتكلمت على 400 شهيد و1800 تحت الأنقاض، ده حتى ظهر اليوم. هل لدينا أي معلومات؟ حصل إيه امبارح؟ نتيجة امبارح ده كان إيه؟ هذا ما قد يقلق الفلسطينيين بشكل كبير، أن لا توجد طرق للتحقق مما حدث في شمال قطاع غزة. الضربات كما أشرت كانت غير مسبوقة ليلة من أعنف الليالي، وجاء بعد القصف العنيف الذي لا يعلم كم خلف قتلى لا يمكن الوصول إليهم والتحقق منهم، لا يعلم كم من الضحايا تحت الأنقاض غير قادرين على التواصل وطلب الإنقاذ للناجين منهم، المصابون كذلك، أوضاع المستشفيات. كل هذه الأمور من الصعب التحقق منها في ظل انقطاع الاتصالات وفي ظل العنف الذي يمارس ضدهم. لذلك يعني هناك خوف حقيقي من أن تكون فظائع ارتكبت في الليلة الماضية وقد تستمر. يعني قبل قليل قد جدد القصف في قطاع غزة، وجالنت ونتنياهو وغانتس أكدوا على أن هذه العمليات ستستمر في الأيام المقبلة وقد يطول أمد تكرارها. شكرا من رام الله سيد خلدون البرغوثي محلل سياسي الفلسطيني.